الواعده. اما فريق نادي سبورتنج فانا شايف اسرار مجدي من عوض، مي حلوه، رنا نبيل، ونادين ريحان. المباراه النهائيه اليوم بعد ما تغلب النادي الاهلي في الدور قبل النهائي على نادي الغابه، وتغلب نادي سبورتنج على نادي سموحه، وكان قبل المباراه ديت في مباراه المركز الثالث والرابع بين نادي الغابه ونادي سموحه، وقدر نادي سموحه يحسمها لصالحه. بدات المباراه وجان بول توصل الكره لاسرار مجدي. النادي الاهلي بيلعب دفاع مان تو مان، ضغط على الكره اسرار مجدي، اسرار مجدي طلع الكره لنادين ياسر، نادين ياسر بتحاول تطلع لمنى عوض، منى عوض قصيرة تلمها نادين، نادين معاها هالة مصطفى، برافو يا هالة، بس بترجع تاني تاخدها، تقع هالة مصطفى، تخش منى عوض ويتعقها دينا عم بخطأ، يستوجب رميتين حرتين. أنا شايف حكام المباراة محمد الدمياطي ومنى علي. الرمية الحرة الأولى بتضيعها منى عوض، منى عوض من اللاعبات المميزات جدا. منى عوض بتشوط الرمية الحرة الثانية، بتسجل، تسجل أول نقاط المباراة. رنا علاء، رنا علاء مع الكورة لهالة مصطفى. نادي سبورتنج بيلعب دفاع منطقة. سهيل هشام، دينا عم، هالة مصطفى بتحاول تخش، لسه معاك كورة، بتلعب شوطة متوسطة المدى، هارد لك يا هالة، تلمها نور، يا سلام عليك يا نور، يا سلام، متألقة يا نور في الريباوند. سهيل هشام، رنا علاء، تديها لنور علي، نور علي طلع تاني، لكن وهي بتتحرك خطأ على رنا نبيل. بنات الأهلي بادئين بتشكيل أكثر من رائع. طبعا احنا تكلمنا وقلنا إن بنات الأهلي يميزهم عدد وفرة اللاعبين. رنا علاء بتاخد ستار من هالة مصطفى، رنا علاء، رنا علاء بتحاول تخش، بتقطعها منها من عوض، من عوض معاها الكورة، دينا عم كابتن الفريق بتدافع عليها، دفاع مان تمام، من عوض بتتراسل للآخر وتحاول تسجل، لكن دينا عاملة دفاع جيد. هالة، رنا علاء بتحاول تعمل هجوم سريع، لكن مي حلوه بترتكب معاها خطا. مي حلوه من اللعيبه المهمين في نادي سبورتنج، وزي ما قلنا لو حصل اللعيبه المهمين نادي سبورتنج اي فال ترابل ده هياثر معاهم. سهيله تدي لرنا، نور علي طلعت، دينا، يلا يا كابيتانو، سهيله، سهيله بتحاول تخش، تطلع لدينا، لدينا لهاله مصطفى، تصويبه متوسطه، برافو يا هاله، هايل يا هاله، هاله لاعبتنا اللي كانت بتلعب في الدوري الجامعات الامريكي ورجعت مع النادي الاهلي من الموسم الماضي، اضافه قويه وكبيره، بتسجل اول نقطتين، اول نقطتين لهاله. اسرار ماجد، اسرار خش، برافو يا رنا، بتعمل دفاع جيد. هاله للنور علي طلعت، نور علي طلعت بتخش، باص لدينا عم، يا سلام يا دينا، يا سلام يا دينا، هارد لك، بتعقها منى عوض بخطا، هجوم سريع مميز، بتقوده نور علي طلعت، وبتعمل اسيست رائع لكابتن الفريق ونجمه الفريق دينا عم، تحصل على الخطا، يستوجب رميتين حرتين. دينا عم، دينا بتشوط الرميه الحره الاولانيه، السلام عليك يا دينا، تسلم ايديكي، 3-1 لصالح النادي الاهلي. مباراه نهائي كاس مصر للسيدات، وتسجل الرمية الحرة الثانية دينا عم، وادي الدفاع الضاغط اللي ضيوفنا في الاستوديو التحليلي قالوا ان النادي الاهلي هيلعب بدفاعات ضاغطة، برافو يا دينا، دينا، وادي تراب من سهيلة، فيري جود، فيري جود، هو ده الكلام، برافو، شايفين ان البنج بتاع النادي الاهلي والحماس اللي فيه هي دي الروح بتاعت النادي الاهلي، عملوا الدفاع الضاغط بصورة جيدة لغاية آخر الملعب وقدروا يستحوذ على الكورة، تنتقل لهجمة النادي الاهلي. رنا علاء، دينا بتاخد اتنين ستار، دينا، هالة مصطفى، هالة، ايوه يا هالة، يا سلام عليك، هارد لك يا هالة، لكن نور وحش تحت الباسكت، يا سلام عليك يا نور يا علي، نور علي طلعت احسن ريباوندر في مصر في الكرات المرتده، تستحوذ على الهجمه المرتده وتسجل نقطتين، يصبح النتيجه 6-1.
دفاع رائع من رنا علاء، لكن الحكم يقول ان الكره خبطت في رجليها، تستوجب الكره اوت لنادي سبورتنج مع تجديد ال 14 ثانيه زمن الهجمه. اسرار ماجد، من عوض تعمل لها سكرين، نادين من عوض في دفاع، راجل ممتاز. نادين ياسر بتحاول تلف بنور، بتلف وتسجل. برافو يا نادين، برافو عليكي، ممتاز. رنا علاء، نور علي، هلا مصطفى هي اللي نزلت دلوقتي تحت الباسكت، بتطلع تاني النور، بتشوط بثلاثه. يا سلام يا نور، يا سلام يا نور يا متالقه، الكرة بتنزلها لهالة، هالة بترجعها لها تاني، واللعب ممتاز، وادي دفاع ضغط تاني على نادي سبورتنج. النادي الاهلي بيلعب الربع دوت بصورة جيدة جدا، سواء في الدفاع المتقدم سواء في الهجوم، والنتيجة 9-3 لصالح النادي الاهلي. رانا علاء، هلا رانا علاء للنور، حاول تنزل الكورة، نور لرانا، رانا بتشوط بثلاث نقاط ما بتجيش. تاني معاها اسرار ماجد، اسرار برافو يا رنا، بتدافع كويس قوي معاها، بتخش ما بتجيبهاش، ترمى نور ملكه الريباوند لرنا علاء. رنا علاء جود اسيست يا رنا لسهيله، شوت سهيله بثلاثه، بتهارد لك يا سهيله، هلا بتحاول معاها لكن بتلمها منه لرنا نبيل. شوفوا يا جماعه الحماس والدفاع بتاع النادي الاهلي عامل ازاي، شوفوا بناتنا بتعمل ايه. وادي اسرار ماجد بتشوط بثلاثه ما تجيبش. هاله مصطفى المتالقه، هاله هتكمل، لا لعبت سلو بريك، طلع لدينا، دينا بتشوط بثلاثه ما بتجيش. نور علي بتحاول ترمها، تخبط في ايديها وتخرج اوت سايد من تحت الباسكت لصالح نادي سبورتنج. وادي احنا شايفين زي ما اتفقنا كابتن هاب بعد ما ابتدى شويه يلعب دفاع ضغط بطول الملعب، ابتدى يرجع تاني يلعب دفاع من نص الملعب. طبعا لازم يغير ايقاعاته. اسرار يا ترى كابتن عمرو عاشور هيواجه الدفاع الجيد ده ازاي؟ منى عوض، خطا على دينا عمرو، حسابه الحكم محمد دمياطي. رنا نبيل، منى عوض ولسه النتيجه 9-3. منا مع نادين، يا سلام يا هاله، عرض لك يا هاله، قطعتها ورجعتها الملعب، بس رجعتها لفريق سبورتنج. وفعلا في 24 ثانيه خطا ال 24 ثانيه على فريق نادي سبورتنج. دفاع جيد جدا من فريق النادي الاهلي، انا شايف فريق النادي الاهلي بتلعب بحماس شديد. برافو عليك يا كابتن ايهاب يا الفي، موصل لفرقتك الدوافع اللي بتحفزها انها تلعب بهذه الروح والحماس. دينا عمرو لرنا علاء، نور علي طلعت، نور بتخش ما بتسجلش، تلمها ميه حلوه لاسرار ماجد، اسرار حاول تدخل، اسرار وبتوصل وبتسجل. برافو، لا الدفاع المره دي مش كويس يا بنات، لازم نعطل اللي داخل دوت قبلك، بس برافو عليك يا اسرار، بتخش وبتعمل سلم شمال وبتحط بيديها الشمال، مهارة متقدمة جدا، برافو يا اسرار. 9-5. رنا الهالة بتعمل عليها دفاع مزدوج، هالة بتديها، يا سلام يا هالة على الباصة النور علي طلعت لكن ما بتجيبهاش، نور ترجع ترمها رنا علاء. رنا سنة الألعاب المميز، بتحاول تخش، بتقف، تطلع لدينا، دينا الكابيتانو، عرض لك يا دينا، لما ما هي حلوة، كابتن فريق النادي سبورتنج واللعيبة الخبرة. اسرار ماجد، اسرار ما هي حلوه، زي ما قلنا نادي سبورتنج ما بيستعجلش في الهجوم، بياخد وقته كامل. ما هي حلوه، من عوض بتحاول تاخد دينا وتنزل بيها تحت وبتلف، وفعلا تحصل على دينا عمرو، على خطا على دينا عمرو تحتسبه حكمتنا المتالقه منى علي. برافو يا منى، صفاره في محلها، اعتقد دينا عندها كده 2 فاول. بالألف بيعمل تغييره، بيطلع رنا علاء، برافو يا رنا، وبيطلع ويدخل النجمه الكبيره ريم موسى. من عابد تسجل الفاول الاول، من عاد والرمي الحره الثانيه بتسجلها، برافو ريم موسى اللي هتستلم الكره دي،
نجمتنا وبنت لاعب الاهلي السابق والزمالك السابق هشام موسى، لاعبه جامعات امريكا وكانت محترفه في فريق في تشيك، اول لاعبه في تاريخ مصر تلعب دوري النهائي لبطوله اوروبا وتحصل على بطوله اوروبا السنه اللي فاتت مع فريقها في تشيك. ريم موسى، هلا مصطفى بتضيع كرة لمها سبورتنج، رنا نبيل، رنا نبيل لمنى عوض، منى عوض سلام يا منى، بتقف وبتشوت ما بتجيبهاش، لكن ملك الريباوند، ملكة الريباوند في مصر نور علي طلعت المتميزة المتألقة تحصل على الريباوند وتحصل على خطأ شخصي، خطأ شخصي للنادي الأهلي. النتيجة 9-7. التشكيل بيلعب بيه كابتن إيهاب الأهلي في ده، هو التشكيل قوي جدا يا جماعة. دينا، دينا عام، هالة مصطفى، ريم موسى، يا سلام يا بنتي، يا سلام يا بنتي، هارد لك، هارد لك، بتعمل جامب ستوب بتوقف بالكرة وتعمل زي الولاد شوطة الولاد بس ما بتجيش. وادي نور علي طلع بتقطع الكرة لهالة مصطفى، هالة بتسجل وبترفع النتيجة ل 11-7. برافو يا نور يا علي، برافو يا هالة يا مصطفى. رجع النادي الأهلي تاني يلعب دفاع متقدم. أدي ريم على إصرار، ريم تاخد سكرين من نادين، بتحاول تخش اسرار، تطلع كيك اوت لمية حلوه اللي لسه ما عملتش حاجه في الجيم، اول تصويره بتحطها ما تجيبهاش وتلمها نور، يا سلام عليك يا نور. لريم، ريم يا سلام على الجامب ستوب، يا سلام على التوقف، زق ايديك شويه يا ريم، انت بتعملي كل حاجه صح الا الزقه الاخرانيه. ترجع تاني لريم موسى، لنور بتفاول بتموه وبتخش وبتسجل. برافو يا نور يا علي، طلعت يا متالقه. كابتن عمرو عاشور بيحتاج ان هي خبطت الفريق لعيبه سبورتنج، لكن الحكام بيقول له لا. 13-7، مية حلوه، دفاع متقدم تاني، سبورتنج مش عارف يخرج منه. اسرار ماجد، اسرار ماجد بتاخد سكرين من نادين، بتوصل اسرار، المره دي ريم اللي بتدافع عليها، لكن اسرار متالقه في الدخله بايديها الشمال. برافو يا بنتي. بتعدل النتيجه ل 13-9. ريم موسى نجمة النادي الاهلي، ريم، ريم انا شفتها امبارح في النادي كانت رابطه ايديها، اعتقد عندها اصابه بسيطه، بس ربنا ان شاء الله يوفقها النهارده. وادي نور علي طالعه بتخش، لكن المره دي ما بتجيبهاش. مية حلوه بتلعب كوره طويله على اسرار وتطلع كوره اوت، في تيرن اوفرز كتير على فريق سبورتنج. وادي شايف النجمه المتالقه رنا عبد الظاهر، رنا عبد الظاهر هتنزل مكان مين؟ مكان دينا عمرو. دينا قلنا عندها 2 فاول، فعندها فاول ترابل او مشكله، لسه بدري قوي على الاثنين فاول. رنا عبد الظاهر لاعبه منتخب مصر الناشئات ومنتخب مصر الكبير، بتتميز بالدخول والتصويب من الثلاث نقاط. هنشوف هاله مصطفى بتمر من، برافو برافو يا هاله، هارد لك، معلش، بتمر بطريقه جيده من ميه حلوه، لكن بتقف والكره ما بتجيش. هارد لك يا هاله، خيرها في غيرها. من عوض، من عوض، من عوض لسه معاه الكوره، دفاع جيد من النادي الاهلي، مفيش تحركات كتير من فريق سبورتنج عشان تخلخل الدفاع، بيلعبوا على دي. اسرار بتحاول تخش، بتعمل باص لزميلتها لكن ما تمسكهاش نادين وتطلع الكوره اوت سايد لصالح النادي الاهلي. احنا لسه في الربع الاول، نتيجه 13-9 لصالح النادي الاهلي. ريم موسى، ريم، هلا شعراوي او هلا مصطفى ابو بكر، سهيل هشام، رنا عبد الظاهر ما بتجيبهاش. ايه دي يا رنا، انت لسه نازله، تعوضيها. اوتسايد لصالح نادي سبورتنج، دفاع متقدم تاني من النادي الاهلي، في تراب هيحصل اهوت، كل ما تروح على الخطوط لازم يحصل مصياده زي ما بيقولوا. خطا على رنا عبد الظاهر، اندفعت، كابتن إيهاب بيتكلم مع الحكم ان ما فيهاش حاجه. 13-9. يا سلام عليك يا هاله، يا سلام عليك يا هاله، بتعمل بلوك رائع، بتساعد الكوره في الكوره مع اسرار، تعمل بلوك او بتوقف الكوره علشان تطلعها اوت وتعيق الشوطه. اسرار ما هي حلوه، ما هي حلوه الحمد لله، لغايه دلوقتي ما اشتغلتش كويس، النور ماسكها كويس، بتخش الميه حلوه، لكن في خطا على نور وما بسجلش ميه حلوه، خطا، رميتين حرتين لصالح ميه حلوه.
كابتن فريق نادي سبورتنج وكابتن منتخب مصر، اللعيبه الخبره. بتضيع رامي الحره الاولى وهشوط رامي الحره الثانيه، بتسجلها مايا حلوه، تصبح النتيجه 13-10 لصالح النادي الاهلي. ريم موسى تحاول تخش، طلع كرة لنور، نور بتحاول تسقط الكرة، بتشوط نور بثلاثة ما بتجيبهاش، تلمها لمي حلوة، من عوض معاه رنا عبد الظاهر، ورنا عبد الظاهر بتقف من عوض وبتشوط ما بتجيبهاش، تلمها نور علي طلعت المبدعة في والملكة المرتدات. ريم موسى بتقطع منها الكوره، بتعتذر للكابتن ايهاب، تقطعها من عوض، من عوض بتقطعها وهي داخله، تتعرض لخطا يستوجب رميتين حرتين. من عوض بتسجل الرميه الحره الاولى وبتشوط الرميه الحره الثانيه، بتسجلها، يتقلص الفارق لفارق نقطه واحده 13-12 لصالح النادي الاهلي. ودلوقتي الكابتن ايهاب خرج سهيله ونزل ساره مغربي، على اساس ممكن ساره تلعب بريميكر وريم في مركز اثنين او العكس. انا شايف اللي ماسك الملعب برضو ريم موسى، بتحاول تعدي. سلام عليكي، كيك اوت لساره لرنا عبد الظاهر، بس ساره وهي بتستلم الكوره لمست الحد الجانبي للملعب، فده بيعتبر خارج الملعب. حكمتنا المطلقه منى علي شافتها وقالت انها اوت سايد على ساره مغربي. 13-12 واحنا لسه بنلعب في الربع الاول. اوتسايد، وزي ما انت شايف النادي الاهلي بيلعب دفاع متقدم وناجح فيه في اغلب الفترات، لكن هيقدر يكمل كده؟ هنشوف. وادي الدفاع المتقدم بينتج عنه. السلام، واضح ان ما كانش فيه وقت بيتسجل، واضح ان كان دي مع نهايه الكوارتر. النادي الاهلي غفل غفله دفاعيه، اتلعبت كره طويله من ورا الدفاعات، رجعتها نادين ياسر لمنى عوض اللي بتشوط مع صفاره نهايه الربع الاول، وتقدر منى عوض بتسجل ليتقدم سبورتنج لاول مره 14-13 مع نهايه الربع الاول. دقيقتين راحه بين الربع الاول والربع الثاني. كابتن ايهاب ايه ده، وخليك في فرقتك، لسه الجيم طويل، انت عامل ماتش كويس لغايه دلوقتي. المباراه النهارده هي كلاكيت للمره ال 18 ال 20، ان بيبقى في فاينل كاس مصر دايما فريق نادي سبورتنج والنادي الاهلي، وهم دول قطبين كره السله للانسات في النادي الاهلي. دايما كل الفاينلات اللي هتشوفوها هتلاقوها الاهلي وسبورتنج وسبورتنج والاهلي، ومره الاهلي بيكسب ومره سبورتنج بيكسب وكذا، هم فرسي الرهان على طول. السنه دي الاهلي وسبورتنج اتقابلوا مرتين في دوري المرتبط. الغريب ان الاهلي كسب في اسكندريه، والغريب ان سبورتنج كسب في القاهره، عشان تعرفوا قد ايه المباراه دي بتبقى مباراه قويه ومليئه بالنديه، ولن تحسم الا في نهايه المباراه. نادي سبورتنج كسب نادي سموحه في الدور قبل النهائي لكاس مصر، ونادي الاهلي كسب نادي الغابه في الدور قبل النهائي لكاس مصر. انا بحيي المسؤولين عن نادي الغابه، ان نادي الغابه بامكانياته البسيطه لكن بمجهود مديره الفني ومدربيه قدروا ان هم للعام الثاني على التوالي يصلوا للدور الاربعه في كاس مصر، وكانش عندهم حظ وخسروا المباراه اللي كانت على المركز الثالث والرابع امام نادي سموحه القوي. ببارك لفرقه سموحه على المركز الثالث، وببارك لفرقه الغابه وعلى المركز الرابع. نرجع تاني للمباراه ونفس التشكيل اللي نهى به الكابتن ايهاب الالفي المباراه. ساره مغربي، ريم موسى، رنا عبد الظاهر، هاله مصطفى، ونور علي طلعت. نفس التشكيل اللي نهى به الكابتن عمرو عاشور، رنا نبيل، اسرار ماجد، مية حلوة، منى عوض، ونادين ياسر. سارة مغربي، ريم موسى، طلع النور،
نور لهاله، هاله بتحاول تلف دماغي، بتطلع تاني ساره مغربي بتشوط ثلاثيه، هارد لك يا ساره، بتلمها من عوض تديها الاسرار لمي حلوه. مي حلوه يا جماعه، الرجوع يا جماعه، الرجوع يا جماعه، مش معقوله مش معقوله، الرجوع بيبقى فيه هجمه سريعه، بيبقى سبورتنج يسجل سله ويتقدم 16-13. هاله مصطفى، رانا مستعجله دي شويه يا رانا، بس يا رب تيجي، ما جاتش، لا مستعجله يا رانا، لازم تاخدي وقتك، بتلمها نادين ياسر، مي حلوه، اسرار ماجد، بتوصل وبتسجل يا جماعه، برافو يا ايهاب، ايهاب الالفي بياخد تايم اوت في وقته، ابتدى نادي سبورتنج هو اللي يتحكم في ايقاع المباراه، وزي ما قلنا في الاستوديو التحليلي، لو ايهاب نادي سبورتنج اتحكم في ايقاع المباراه هيبقى في خطوره على النادي الاهلي، وفعلا مع بدايه الكوارتر الثاني تحكم نادي سبورتنج في ايقاع المباراه، وهو اللي بيقدر يمشي المباراه بسرعه وببطء، في نفس الوقت لعيبه الاهلي مستعجله، ده خلى ان نادي سبورتنج يحط سلتين ورا بعض والنادي الاهلي ما يسجلش اي حاجه، اللي خلى الكابتن ايهاب الالفي ياخد تايم اوت في وقت مناسب جدا، برافو ايهاب، ونشوف هيظبط فرقته، اتكلم معاهم، لازم نهدى شويه، لازم نهدى، لازم نرجع ندافع بالطريقه الهايله اللي كنا بندافع بيها في الكوارتر الاولاني، لازم نرجع بسرعه، لان مش معقوله مرتين ورا بعض نتضرب بالفاست بريك دوت وما بنرجعش. كل الكلام دوت المفروض ان ايهاب الالفي هيقوله. الناحيه الثانيه طبعا احنا عارفين ان الجهاز الفني للنادي الاهلي، الكابتن ايهاب الالفي مدير فني، والدكتور محمد جاد مدرب عام، والكابتن موسى علي مدير اداري، والكابتن مشير الرشيدي لاعيبه النادي الاهلي السابقه اداريه الفريق. اما الجهاز الفني للنادي سبورتنج فمعاه الكابتن الكبير عمرو عاشور، عمرو عاشور تاريخ في كره السله النسائيه، مدرب منتخب مصر السابق، ومعاه مدرب احمد الهلالي والمدير الاداري اللي انا بشكره جدا على مساعدتها ليا في الحصول على اسماء وارقام فريق نادي سبورتنج، الكابتن جند السباعي ربنا يديها الصحه. نرجع تاني للمباراه، و 18-13 لصالح سبورتنج. ساره مغربي، ساره مغربي، ريم موسى، ريم موسى، نور علي طلعت بتفيك وبتخش او بتموه وبتخش، وهي داخله نادين ياسر بتعمل لها بلوك كويس وبتلمها منه عوض، رانا نبيل، رانا نبيل، اسرار ماجد، اسرار ماجد، رانا نبيل، منه عوض، النادي الاهلي بيلعب زون ديفنس زي ما قلنا، ان ايهاب الالفي بيغير في دفاعاته كتير، بيلعب ماتش مان تو مان، اسرار، يا هاله بتقطع الكوره، هاله مصطفى، ريم موسى، ريم بتسبق لعيبتها، انا شايف هاله ونور بيتاخروا شويه، وادي الكوره ملعبكه شويه، بترجع لرنا، رنا ثلاثه نقاط ما بتجيبهاش، نركز شويه رنا عبد الظاهر، ركزي، انت لعيبه جيده، انت لعيبه جيده، ريم موسى بتنوم وبتخش، كيك اوت لساره، ساره، ساره، ثلاثيه هارد لك بتخش بتطلع، يا سلام يا هاله، برافو يا هاله يا مصطفى، هاله مصطفى بتاخد ريباوند رائع من وسط ثلاثه من لعيب سبورتنج، وهي بتلف وبتطلع تسجل، بتعيقها لعيبه نادي سبورتنج، تحصل على خطا فني يستوجب رميتين حرتين، ركزي يا هاله، ركزي يا هاله، معلش هارد لك، معلش يا بنتي، بتضيع الرميه الحره الاولى، وادي الرميه الحره الثانيه، يا هاله ركزي، ما بتجيبهاش برضه، سياره نور علي طلعت بتلمها، لكن رانا نبيل وهي بتاخدها منها بتدوس على الخط، يبقى الهجمه لصالح النادي الاهلي، انا شايف في حاله هبوط كده في اداء لعيبه النادي الاهلي، لازم كابتن ايهاب كده يصحصحهم شويه ونطلع من حاله الهبوط دي. هاله مصطفى، هاله مصطفى تلعب واحد على واحد وبتلف وبتجي لها معي، لكن هاله بتاخدها ما بتجيبهاش وتلمها تاني، برافو يا هاله، ممتاز يا هاله، ايوه ده اللي عايزينه منك من اول مره يا هاله، تحط الكره في الباسكت بالشكل ده، بتشوطها وبتلمها وبعد كده تشوطها تاني وبتسجلها، وتبقى النتيجه 18-15. اسرار، ما هي حلوه، ما بتسجلش، تلمها نادين ياسر، ما بتسجلش نادين ياسر، ريم، دي ميزه ريم انها بتنقل الملعب بالسرعه كده، ريم، نور، ثلاثيه نور، يا سلام يا نور يا علي يا طلعت، متفوقة في الريباوند، متفوقة في الثلاث نقاط، متفوقة من تحت الباسكت، بسم الله ما شاء الله عليكي، ربنا يحميكي يا نور. بتعادل النتيجة بعد ثلاثية رائعة. رانا نبيل ثلاثية، اير بول ما بتوصلش.
تبقى الهجمه لصالح النادي الاهلي. يا سلام عليك يا نور يا علي يا طلعت، نور علي طلعت بنت الزميل العزيز المدرب الكبير علي طلعت، ما شاء الله عليك يا نور. ساره مغربي، ساره مغربي، سكرين لنور، تطلع ريم، ريم حاول تخش. يا سلام عليك يا نور، ريم عرض لك ما تجيبهاش. رنا منى عوض معاها، لا معاها هاله من غير فاول يا هاله، برافو يا هاله، برافو عليك. الباسكت يتعوض لكن الفاول لا، جود جوب. تسجل منى عوض 20-18 لصالح سبورتنج. نور، نور يا سلام يا ريم على التمويه وعلى الدخله. يا سلام يا بنتي، ادي اللعيبه المحترفه في اوروبا بتموه بصوره جميله جدا جدا، وبتوصل وبتلعب الكره بايديها الشمال، لكن بيعيقها مدافعي نادي سبورتنج خطا يستوجب رميتين. ما شاء الله عليكي، برافو يا ريم. يا موسى تغيير دلوقتي، خرجت نادين ياسر ونزلت رامي الجداوي. ريم، ريم يلا يا ريم، ده احنا بنقول انت اللعيبه الوحيده اللي لعبت بطوله اوروبا وخدت بطوله اوروبا، ازاي نضيع فاول؟ معلش هارد لك يا ريم. يلا عوضي اللي بعدها، ريم موسى، ريم بتشوط الشوطه الثانيه وما بتجيبهاش، غريبه جدا. النهارده انا بتضيع اثنين وريم بتضيع اثنين، ركزوا يا بنات. 18-20 لصالح سبورتنج. منى عوض، مي حلوه، رنا نبيل، اسرار بتشوط ثلاثيه ما بتجيش، تلمع ساره مغربي، ساره مغربي وبتعقى اسرار ماجد، خطا لصالح ساره مغربي، استوجب دخول الكوره من الحد الجانبي. ساره مغربي ولسه فريق سبورتنج بيرفع دفاع مان تو مان سايد كده. ساره بتوصل ما بتسجلش، زق كوره. شفتوا شوفوا شوفوا القتال يا جماعه، شوف نور علي طلعت الكرة مش بتاعتها لكن بتحط ايديها فيها وبتحاول تنتشها، يبقى في كرة قفز. والحيازة المتبادلة المرة دي لنادي سبورتنج، هتبقى المرة الجاية للنادي الأهلي. رنا نبيل، رنا نبيل، أسرار، لا منى عوض، أسرار، ران، ران جداوي، ران بتحاول تخش، بتطلع كرة رنا نبيل ثلاثية ولا ما جاتش، بتلمها رنا نبيل اللي شاططها وبتطلعها تاني لمنى عوض، اسرار ماجد اللي شاطت، اسف، تلمها ران، ران تدي لمنى. النادي الاهلي بيلعب دفاع منطقه 2-3، بنغير من دفاعاتنا كتير ودي حاجه جيده. رنا نبيل، النادي سبورتنج مش ماشيه معاه خالص في الثلاثيات. هاله مصطفى بتنقل، بتطلع تمريره، الخطا مشترك بينها وبين رنا عبد الظاهر. معلش معلش نعوض. الاهلي 18 سبورتنج 20. ايهاب الالفي بيدفع لبتول عادل، بتول عادل لعبت فريق على 18 سنه، هنشوف نزلها مكان رنا عبد الظاهر. رنا نبيل الشوط الخامسه ما بتوصلش، ما تعرفش لما ريم علي طلعت تاخدها رن الجداوي. رن الجداوي لسه ما عندهاش ثقه في نفسها، دي كانت ليها اخت اسمها رنيم الجداوي يا جماعه، راحت امريكا ران دي كانت جامده جدا. وادي هجمه مرتده لكن في صفاره، مش عارفين ايه الصفاره اللي اتصفرت ديت، يمكن يكون كان في خطا الناحيه دي، الحكم صفره وحد طلب تايم اوت، تايم اوت طلبه نادي سبورتنج. الفريتين بقى لهم فتره طويله ما سجلوش، كابتن عمرو عاشور شاف ان هو فرقته مش قادره تسجل فخد التايم اوت الاولاني بتاعه عشان يقول لهم نشوف يعملوا ايه. وهنشوف دلوقتي فاضل قد ايه على زمن الكوارتر الثاني، فاضل 4 دقايق و52 ثانيه على الكوارتر، يعني منتصف الشوط الثاني او الربع الثاني، وسبورتنج متقدم 20-18.
نادي سبورتنج عليه 3 فاول في الربع دوت، والنادي الاهلي ما عندهوش ولا فاول. الزيرو اللي تحت الاهلي ديت ان النادي الاهلي ما عملش ولا فاول الربع دوت. الثلاثه اللي تحت كلمه سبورتنج ديت ان النادي سبورتنج عمل 3 فاولات في هذا الربع، وده بيؤدي لايه؟ ان الفرقه اللي بتعمل 4 اخطاء في الربع الواحد من الفاول الخامس كل الفرقه بتشوت اي فاول رميتين حرتين. مباراه نهائيه، النادي الاهلي بطل كاس العام الماضي بتغلبه برضه في النهاية على نادي سبورتنج، وإن شاء الله نتمنى إن هو يحصل على الكأس للعام الثاني على التواني بعد فوزه ببطولة دوري المرتبط وبطولة منطقة القاهرة. سارة بغرابي، تشكيل الأهلي زي ما هو، هالة هالة، بتول عادل، بتول عادل لريم موسى بتموه بتحاول تخش، يا سلام يا بيقول ريم، لكن دخلت وسط الطوال. كانت انت مستك يا ريم انك بتقفي وتشوطيها من مسافات متوسطه، اقفي وشوطيها، بتكمل يحصل لها بلوك. اسرار رنا نبيل، رنا نبيل، اسرار من عوض، من عوض بتحاول تخش وتقف ما بتجيبهاش. صارت باصه يا جماعه، الباصه يا جماعه مهمه جدا، الباصه اللي بتخرج ديت من تحت الباسكت من تحت نادي سبورتنج. رنا نبيل بتحاول تخش، شوت اي كلام، تلمها نور علي طلعت، ريم موسى باصه قويه يا ريم، لكن يحصل لها تلمسها لعيبه نادي سبورتنج، تطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي، ولسه النتيجه متوقفه عند 20-8، اكتر بقى لنا حوالي دقيقتين ثلاثه كده. هاله، مين هيغير لنا النتيجه دي يا جماعه؟ ساره مغربي، يلا يا ساره، يلا يا ساره، ايوه يا ساره، ايوه يا ساره، عملت ستار خلف الهاله وبعد كده طلعت فاضيه، خدت الكره وشاطتها ثلاثيه، يتقدم النادي الاهلي 21-20. برافو يا ساره مغربي، مي حلوه لسه مش في مستواها، تلمها ران لمي حلوه، لا مي حلوه النهارده مش مستواها خالص، انا عمري ما شفتها بتجل كده. هالة مصطفى بتلم، برافو يا هالة، هتكمل هالة، بتقف وبتصوب، هارد لاكي هالة، معلش ما جراش حاجة، ما تأذميش نفسك، لسه الجيم طويل. رنا نبيل، من عوض، من عوض، أسرار، 21-20 لصالح الأهلي. رنا نبيل، من عوض، بتقف، ما بتجيبهاش، وبتطلع تاني، بتسجل أخيراً. يتحرك السكور 22-21 لصالح النادي سبورتنج. حاسس بان في اجهاد كده سن على هاله، حاسس ممكن تفيح نص دقيقه. نور، نور بتول عادل، هاله مصطفى، هاله ما بتجيبهاش بس بتروح لمها تاني، برافو يا هاله. ريم ثلاثيه يا ريم، يلا يا ريم، هارد لك، ما تجيبهاش، لمها ميه حلوه. كابتن سبورتنج وكابتن منتخب مصر اللي بتتحكم في ايقاع اللعب، اللي بتلعب في كل البوزيشن زي ما قال الكابتن طاهر رجب في الاستوديو التحليلي. رنا نبيل، مي حلوه، اسرار، اسرار، رنا، فاضل 5 ثواني على الهجمه، مي بتشوط اي حاجه عشان الهجمه كانت هتخلص، بتلمها رنا بس كان انتهى زمن ال 24 ثانيه. برافو الدفاع النادي الاهلي، تنتقل الهجمه، ايوه يا سلام يا ايهاب، انا لسه بقول لكم شايف هلا لازم تريح ايهاب بالالف، اكنه سمعني بيطلعها تريح دقيقتين، لان فكره ان شكلها مجهد، بيتكلم معاها بيهديها، بينزل مكانها منى يحيى زكريا، منى لعيبه جيده برضو متميزه في الاداء الدفاعي والمرتدات. ساره مغربي، ساره مغربي، ريم موسى، ريم موسى، ريم موسى، طلع للنور علي طلعت، نور بتشوط بتاعتها ما بتجيبهاش. يا ريم ما تفقديش ثقتك في نفسك يا ريم، العبي انت لعيبه جيده. ريم موسى جالت كورتين مش عايزه تلعب وهي فاضيه. منى، اسرار، رنا نبيل، مي حلوه، ثلاثيه، اول ثلاثيه المي حلوه، وترتفع النتيجه 25-21. وفي الوقت ده الكابتن ايهاب الالفي
بيطلب التايم اوت التاني بتاعه في الشوط الاولاني علشان يعدل من الاوضاع زي ما قلت لكم ان النادي الاهلي ونادي سبورتنج هم دايما اللي بنلاقيهم في مصر في اي نهائي لاي بطوله سواء بطوله المرتبط سواء بطوله كاس مصر سواء بطوله دوري السوبر دوري السوبر اللي النادي الاهلي متصدره الان وهيلعبوه بعد ما ينتهوا من الكاس النادي الاهلي فاز ببطوله الدوري المرتبط وفاز ببطوله منطقه القاهره وزي ما الكابتن دينا عمرو كابتن الفريق وعدتنا كلنا على مواقع التواصل الاجتماعي ان النادي الاهلي ان شاء الله هيحقق الرباعيه ان شاء الله تبقى عند وعدك يا دينا انت ولعبتك يا كابيتانو وتحققوا للنادي الاهلي الرباعيه ان شاء الله يا ريت لو يجيبوا لنا بس نعرف الفاضل قد ايه على زمن المباراه او زمن الربع الثاني 25-21 وادي الكابتن هابيل الفي خلص التايم اوت بتاعه رجع لعيبته برضه في الملعب موجود ريم ساره بتول نور علي طلعت ومنى يحيى زكريا بتول عادل بتول لسه لعيبه صغيره ما عندهاش خبره طبعا نازله مرعوبه انها تنزل في ماتش زي ده بس انت لعيبه كويسه بتول شد حيلك ساره نور علي طلعت تقطع منها تقطعها اسرار وهجوم مضاد وريم خلاص ما بتعملش فرق يا سلام يا ريم استخلصت الكوره بصوره جيده جدا جدا لكن واجهت حكم المباراه كابتن منى ان عملت خطا مع من عوض يستوجب رميتين حرتين دي وجهه نظر منى وهي كانت اقرب مننا منى دي حكم المباراه من عوض بتسجل الرميه الحره الاولى ترفع النتيجه ل 26-21 وبتسجل رمى لا بتسجلش تلمها ساره مغربي 26-21 ساره مغربي ريم العبي يا ريم ما تخافيش لنور نور بتخش وبتحاول تسجل لكن بتجيبها تاني برافو يا نور سلام يا نور علي طلعت بتشوت وبتجليها وبعد كده بتجيبها ريباوند وبتطلع وهي طالعه بتتعرض لخطا من لاعبي نادي سبورتنج رميتين حرتين لصالح نور علي طلعت ركز يا نور ركز احنا ضيعنا فاولات كتير يا جماعه الربع دوت نركز نور علي طلعت بتجيب ده من الحاره الثانيه برافو يا نور 26-22 لصالح نادي سبورتنج في دفاع مصداق يا سلام على الترابات يا سلام على الدفاع الضاغط المصداق يا ساره يا ساره ده احنا عملنا حاجه جامده جدا تيجي تديهم الكوره كده معلش يا ساره يا مغربي عرض لك كان دفاع جيد جدا من النادي الاهلي استخلصنا الكوره لكن ساره اديتها لهم منال دلوقتي نزلت منال عبد القادر اصل بشوف بتاعتها ما بتجيبهاش تلمها بتول عادل لساره مغربي سلام يا ساره ايوه كده بتحط الكره بايديها الشمال 26-23 اسرار ميه حلوه وبترميها اي حاجه مع نهايه الربع الثاني مع نهاية الربع الثاني وهكذا ينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وسبورتنج في نهاية في بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة النادي الأهلي أحييكم وأسعد إن أنا أنقل إليكم الشوط الثاني من مباراة كرة السلة
في نهائي كأس مصر لكرة السلة سيدات بين فريقين النادي الأهلي ونادي سبورتنج، حصريا على قناة النادي الأهلي لكل محبي كرة السلة. قناة النادي الأهلي بتقدم لكم خدمة مميزة لن تجدوها في أي قناة أخرى، حصريا نهائي كأس مصر اليوم بين فريقي النادي الأهلي سيدات ونادي سبورتنج. الشوط الأول كان شوط متكافئ، خلص بنتيجة 26-24 لصالح نادي سبورتنج. النادي الأهلي بدأ بداية رائعة وهيلة وتقدم بفارق 7 نقاط في البداية، ثم نادي سبورتنج ابتدى يدخل في الجيم ومشت المباراة باسكت هنا وباسكت هنا إلى أن انتهى الشوط الأول ب 26-24. تميز أداء النادي الأهلي في الشوط الأول بالدفاعات الجيدة جدا، سواء على مستوى طول الملعب أو الدفاعات الضاغطة بنص الملعب، لكن كانوا بيبذلوا مجهود جيد جدا في الدفاع واستخلصوا الكوره، لكن كان في اخطاء في الهجوم كانت بتؤدي ان احنا ما بنسجلش بعد ما بنقطع الكوره. لكن مباريات كره السله بين الاهلي وسبورتنج لا تنتهي الا مع الدقيقه الاخيره، فلا تتوقع اي شيء. نتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي. المباراه معلقه في الملعب، فريقين كبار، فريقين تاريخهم كبير جدا جدا في كرة السلة للسيدات، هم قطبي كرة السلة للسيدات في مصر. النهاردة مثل فريق النادي الأهلي النهاردة دينا عمرو كابتن الفريق، هالة مصطفى، سهيلة، هشام، ريم موسى، سارة مغرابي، ورانا عبد الظاهر، ونور الله علي طلعت، وجنة مصطفى، ورانا علاء، و بتول عادل، ونادين ياسر ابو الفتوح، ومنا يحيى زكريا. يقود الاداره الفنيه لفريق النادي الاهلي للسيدات الكابتن ايهاب الالفي، والمدرب الكابتن محمد جاد، اما المدير الاداري فهو الكابتن موسى علي لاعب النادي الاهلي السابق وكابتن النادي الاهلي، والكابتن المشير الرشيدي لاعبه النادي الاهلي السابق اداريه الفريق. اما فريق نادي سبورتنج فيمثله النهارده نور عادل حسن، رانا نبيل، مي حلوه، جينا حازم، منال عبد القادر، منى عوض، وران الجداوي، ونسمة عبد الرحمن، واسرار ماجد، وهنا ياسر، ونادين ريحان، ومنى عبد الشافي. المدير الفني الكابتن عمرو عاشور، والمدرب الكابتن احمد الهلالي، والمدير الاداري جانت السباعي. دقائق قليلة ونبدأ الشوط الثاني. زي ما قلت لكم انتهى الشوط الأول أو الربعين الأولين بتقدم فريق نادي سبورتنج 26-24. الشوط الأول تألق من النادي الأهلي، نور علي طلعت ما شاء الله عليها عاملة شبكة تحت السلة هنا وهنا في الريباوند ما شاء الله، مسجلة سكور كتير. تألق أيضا هالة مصطفى، تألق ريم موسى. فرقة سبورتنج تألق في الشوط الأول أسرار ماجد، ومنى عوض، ومي حلوة. هنشوف اللي هيحصل الشوط الثاني، وأنا بقول لكم إن هذه المباراة لن تنتهي إلا مع صفيرة الحكم. الفريقين أقوياء، الفريقين في ندية كاملة في بينهم وبين بعضهم. زي ما قلت لكم هم لعبوا بعض السنه دي مرتين في دوري المرتبط، وكل فرقه كسبت في ملعب الفرقه الاخرى، يعني الاهلي كسب في الاسكندريه وسبورتنج كسب في القاهره. تمنياتي لكم بمشاهده ممتعه ان شاء الله من خلال قناه النادي الاهلي اللي انا قلت انها بتقدم خدمه حصريه لمحبي ومتابعي كره السله. انا عارف احساس المهتمين بكرة السلة ازاي اما يبقى في مباراة نهائي الكأس ومفيش حد بيزحها، وما يلاقوا ان قناة النادي الاهلي بتزح حصريا، هتلاقي كل المهتمين بكرة السلة في مصر بيتفرجوا على هذه المباراة. كذلك كل عشاق ومحبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم هتلاقيه بيتفرج على هذه المباراة. فشكرا لإدارة النادي الاهلي وشكرا لقناة النادي الاهلي على هذا البث الحصري.
اللعيبه ابتدت تنزل ارض الملعب لبدايه الربع الثالث او الشوط الثاني. انا شايف الاهلي بادي ساره مغربي، دينا عمرو، ريم اشرف، ريم موسى، منى يحيى زكريا، ونور علي طلعت. اما نادي سبورتنج فبادي منال عبد القادر، اسرار ماجد، منى عوض، راني الجداوي، ومي حلو. النادي الاهلي اشرك في الشوط الاولاني 10 لاعبين او 10 لاعبات اسف. اما نادي سبورتنج يا سلام يا ريم، ايوه كده، افتح يا ريم، افتح افتح يا سمسم. وريم بتقدم لنا اول ثلاث نقاط في الشوط الثالث، ويتقدم الاهلي 27-26. اسرار لمنال، لمنى، منال عبد القادر بتشوط بثلاثه، بتسجل منال عبد القادر. منال عبد القادر كانت بطلت بعد الزواج لمده موسمين ورجعت. اهلا بيك يا منال، برافو يا منال، بتقدم، رجع تقدم تاني سبورتنج 29-27. ريم بترد عليها، ايوه يا ريم، ايوه يا ريم، برافو عليكي، مشيت اهيت المره الثانيه على التوالي. ريم موسى بتسجل ثلاثيه، بتقدم الاهلي ثلاثه، الحكم حسبها 2، 30-29 لصالح الاهلي. من عوض، من عوض، هي بتتميز بالدخله واللقطه المسافات المتوسطه وبتسجل. المباراه بقت ممتعه يا جماعه، الاهلي بيتقدم، سبورتنج بيتقدم 31-29 لسبورتنج. دينا عمرو، يلا يا كابيتانو، يلا يا كابيتانو، يلا يا كابيتانو، هارد لك يا دينا، بتحاول تلمها ما ياخدهاش، تطلع الكوره. اسرار بتوصل، اسرار ما بتجيبهاش، تلمها راني الجداوي، راني الجداوي معي حلوه، بتخش وتقف وبتشوط وحشه، تلمها دينا عمرو، دينا عمرو بتلقى الملعب بسرعه، دينا طلع لريم، شوطيها ريم ماشيه معاك، بتديها لساره مغربي ثلاثيه، ساره هارد لك، تلمها منى يحيى، برافو يا منى. ريم تخش كيك اوت لدينا عمرو، ثلاثيه من دينا، يا سلام يا كابيتانو، يا سلام يا دينا، ايوه كده، ايوه كده، عايزين نفتح ونلعب. زي ما قلنا الاهلي بيتميز بثلاثيات من بره ومن تحت الباسكت، ثلاث ثلاثيات متتاليه، 2 لريم موسى، واحده لدينا عمرو، 32-31 للاهلي. منى عوض، اسرار ماجد، منال عبد القادر بتشوت ما بتسجلش، تلمها منى عوض وبتوصل لغايه تحت الباسكت وتلمها تاني، معاها منى يحيى، برافو يا منى، بتعمل بلوك رائع ورباوند رائع. ساره، سارة معاكي، يا سلام يا سارة، بتخلص بالشمال، بداية رائعة من فريق النادي الأهلي، 34-31، أيوة هو ده الحماس اللي احنا عايزينه يا بنات، عايزين نكمل كده. أسرار، مي حلوة، النادي الأهلي بيلعب بدفاع منطقة، مي لران تتقطع لكن تاخدها تاني منال، مي حلوة تدي المنال، منى عوض، منى عوض، يعني الكابتن منى بتحتسب خطا على، بتحتسب خطا على نور علي طلعت لصالح منى عوض، يستوجب رميتين حرتين. بتسجل منى الرميه الحره الاولى، برافو يا منى. منى عوض لعيبه منتخب مصر، لعيبه خبره، لعيبه جيده جدا جدا، بتسجل الرميه الحره الثانيه، 34-33 لصالح النادي الاهلي. نور علي طلعت بتخرج عشان عامله فاولات، تنزل هاله مصطفى، الاثنين كويسين والاثنين حلوين، هاله، دينا، ريم، ريم، يا سلام يا ريم، هارد لك يا ريم، بتقول الحكم في فاول، بتقول لها لا. منال، منال، منال عبد القادر، مي حلوه، منى عوض، يعني بيلعب دفاع منطقه، ران ران ران، طلع على اسرار ماجد، اسرار ما بتجيبهاش، تلمها ران، برافو يا ران، بتحاول تطلعها تاخدها، برافو يا منال، بتعمل ريباوند رائع وبتحط الكره من تحت ايد هاله مصطفى، بتتقدم سبورتنج 35-34. مباراه جيده جدا ورائعه، في نديه في المباراه، ريم بتحصل على خطا من منال،
خطأ على منال عبد القادر لصالح ريم يستوجب دخول الكرة من الحد الجانبي. ريم سارة مغربي هالة مصطفى اللي لسه نازله نازله فلاش بقى يا هالة برافو حصلت على خطأ. هالة كانت تعبت شويه الشوط الاولاني فكابتن هاب فضل انه يريحها وان شاء الله تنزل كده مستريحه وفريش وتأدي بالمستوى اللي احنا كلنا عارفينه عن هالة. هالة اضافه جامده جدا يا جماعه لكره السله للبنات في مصر مش في النادي الاهلي. هالة 4 سنين في امريكا بتلعب في دوري الجامعات. معلش يا هالة سيب ايديك شويه ورا الكوره يا هالة نجمه من نجمات كره السله. يلا يا هالة ركز هارد لك برضو ما بتجيبهاش. معلش يا هالة نركز شويه في الفاول احنا مضيعين 4 لغايه دلوقتي. من عوض اسرار ماجد منال اسرار لمنال ثلاثيه يا برافو يا منال من بعيد شويه بس جيبها. برافو عليك برافو يا منال 38-34. ساره هالة ما تستعجليش يا هالة مستعجله ليه يا هالة خدي وقتك. معلش بتشوف ثلاثيه ما توصلش لما سبورتنج رانت لما تديها المية حلوه لمنال عبد القادر من عوض منال عبد القادر لران. ران بتحاول تلعب وبتلف لكن ساره كانت لمها من عوض وتاخدها تاني. برافو منا يا زكريا بتلمها من الاهلي وتطلع هجمه سريعه. ساره مغربي هارد لك يا ساره الكره تخش وتخرج كانت لمها ريم. ريم موسى برافو يا ريم يا سلام على الاصرار يا بنات برافو عليكم برافو عليكم. 38-36 لصالح النادي الاهلي برافو. لسه دفاع ضغط هو من نص الملعب زي ما قلنا هاب الالفي بيغير في تكتيكات الدفاعيه. مية حلوه شورت بتلمها هالة وتاخد فاول من مية حلوه برافو يا مية حلوه. حمد دمياطي بيقول لي هاب الالفي ارجع مكانك. كان هاب الالفي عايز يخليه يحسب خطا متعمد او ان سبورتس لايك مان لكن بيصفر فاول عادي. الهجمة لصالح النادي الاهلي وتقريبا اقتربنا من نص الربع الثالث والنتيجة 38-36 لصالح سبورتنج. دينا عم دينا عم اوصل يا دينا سلام عليك يا دينا بس هارد لك تلمها مية حلوة. منال عبد القادر اسرار منال مي من عوض بياخدوا وقتهم خالص في الهجمة ومنال بتشوط من بعيد ثالث ما بتجيبهاش المرة دي. منة يحيى زكريا برافو يا منة تلمها تديها الريم بتنقل الملعب هجوم سريع طلعها بره لساره مغربي ما تجيبهاش لكن الوحش تحت الباسكت. يا هالة حرام عليكي ده انت عملت الصعب يا هالة. معلش يا هالة بس عملت ريباوند ايه يا جماعه وحش بيعمل ريباوند وحش بيعمل ريباوند برافو عليكي. وساره مغربي بتقطع الكوره وتخبط في ايد منة عوض حكم بيقول ان الكوره على منة تبقى الهجمة تاني لصالح النادي الاهلي ولسه النتيجة 38-36 لصالح النادي الاهلي. ريم موسى توصل يا ريم ايوه هي دي اللي بتلعب عليها هي عملتها 3-4 مرات وحصل معاها فاولات لكن المرة دي بتنجح وبتسجل وبيتعادل النادي الاهلي مع نادي سبورتنج وادي دفاع ضاغط والدفاع مزدوج وادي هاله بتقطعها لكن بتردها وتطلع منها هاله. برافو يا هاله. هاله بتعمل حاجات حلوه قوي كتير في الباسكت يا جماعه هي بس لو تركز في انهاء الهجمه هتبقى اكتر من كده افاده بس هي هايله في انهاء الهجمه لكن النهارده يعني مش موفقه لكن بتعمل حاجات مهمه جدا 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 تاني في كره السله. هاله مصطفى نجمتنا بدنا عوض معاك كوره منال تحت الباسكت لميه حلوه بتسجل ميه حلوه ودلوقتي نزلت جينا حازم في نادي سبورتنج. كابتن عمرو بيحاول يريح لعيبته اللي عشان ما يريحش اللعيبه المهمه ويمشي الجيم بيه مع عمرو عاشور مدرب قدير خبير في كره السله النسائيه. ريم
هالة سارة مغربي. ايوه يا سارة، ايوه يا سارة، فتحت معاك يا سارة، برافو عليك. الثلاثية الثانية من سارة مغربي، برافو يا سارة. يبقى النتيجة الاهلي 41 40 لسبورتنج، برافو. جينا حازم، منى عوض، سارة مغربي تاخدها من وراها تعمل ستيل كده وتطلع منها اوت. اوت لصالح نادي سبورتنج. شوفوا خبرة نادي سبورتنج، بيسيبوا الكورة عشان ياخدوا نفسهم، خبرات عالية. تغيير، كابتن عمرو عاشور بيطلع منال عبد القادر وبينزل رنا نبيل. اوت سايد من تحت الباسكت، منا، جينا حازم، جينا حازم، لاقي يا جينا في الكرة دي، برافو عليكي، بتشوت بمسافة متوسطة وبتسجلها. سارة مغربي، ريم موسى، قصيرة، هارد لك، هارد لك يا ريم، لكن بتاخدها هالة، هالة، تديها لريم، منا بتعمل لها ستار، يا سلام يا بنتي، هالة، 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 يا سلام يا هالة، ما فيهاش حاجة يا محمد، يا دمياطي. حسب خطأ ماشي بالكرة، من وجهة نظري ما فيهاش حاجة. هارد لك يا هالة. ماشي يا كابتن محمد دمياطي، احنا لازم نمتثل لقراراتك. 42 41 لسبورتنج. رانا نبيل، جينا حازم. الأهلي بيلعب دفاع منطقة، بيغير من دفاعاته. مية حلوة. يا سلام يا مغربي. سارة مغربي بتجري ريم، ريم موسى. أيوة يا ريم. أيوة في حماس وروح. الاهلي بيتقدم 43 42. دينا عمرو بتضغط، بتطلع، تطلع الكوره بره. ايهاب الالفي، دينا عمرو عامله دفاع رائع، بالله برافو عليكي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ريم موسى المتالقه الشوط دوت. ريم عقل الفريق. ريم يا سلام، هارد لك يا بنت، هارد لك، تعمل الكوره من بين رجليها وتاخد جامب شوت، لكن بتطلع قصيره. رنا نبيل، جينا حازم، رنج الداوي بتشوط وما بتجيش. لما ساره مغربي، ساره رائعه النهارده، سلام عليكي، بتهدي الملعب، برافو عليكي دينا عمرو كابتن الفريق. هي يا ساره، هي يا ساره، هارد لك يا ساره، لسه جايبه اتنين من المكان دوت. مية حلوه بتلمها. رنا نبيل، مايا حلوة، يا سلام عليك، يا سلام يا مايا حلوة، يا سلام، يا سلام، بتعمل اسيست رائع. الأولانية ما بتجيبهاش منى عوض لأن دينا عمرو عملت عليها دفاع كويس، بتلمها منى عوض وبتطلع تاخد خطأ، رميتين حرتين لصالح منى عوض. بنات الأهلي هايلين الكوارتر دوت. سارة متألقة، ريم موسى متألقة، دينا عمرو متألقة، وادي منى عوض بتسجل الرمية الحرة الأولى، ويتعادل الفريقين 43 43، واحنا لسه في الكوارتر الثالث، وبتسجل الرمية الحرة الثانية. يتقدم سبورتنج 44 43. سارة مغربي، هالة، دينا عمرو في ستار مزدوج لريم موسى، وبعد كده ستار تاني. هاله تحاول توصل، برافو يا هاله، ايوه كده يا هاله، ايوه كده، ركزي يا بنتي، برافو عليكي يا بنتي. 45 44 لصالح الاهلي. منى عوض، جينا حازم، رنا نبيل، في دفاع جيد من النادي الاهلي. مية حلوه، جينا حازم، اي حاجه بس بتيجي، برافو يا جينا. ريم موسى تاخدها منا، منا عوض، نهايه الكوارتر الثالث حضرتك عشان كده، وينتهي الكوارتر الثالث بتقدم نادي سبورتنج 46 45 في انتظار الكوارتر الرابع والحاسم، لنعرف من سيكون بطل كاس مصر لموسم 2018. ان شاء الله توفيق كله لفريق النادي الاهلي، ربنا يوفقكم يا بنات ويوفق كابتن ايهاب الالفي. مباراه صعبه، مباراه صعبه، فريق قوي جدا، فريق نادي سبورتنج وند، فريق ممتاز، بطل الدوري العام الموسم الماضي،
وبطل الدوري والعام والكأس الموسم قبل الماضي. فزي ما قلت لكم قطبي كرة السلة المصرية للآنسات. هنشوف هيصفر عن ايه الربع الرابع ان شاء الله. الربع الثالث النادي الاهلي سجل 21 نقطة ونادي سبورتنج سجل 20 نقطة. ده احسن ربع اتلعب. عايز اقول لكم ان الشوط الاولاني الربعين الاولين خلصين 26-24. الايقاع عالي شوية في الربع الثالث. المستوى تقدم في كرة سلة بتتلعب. كان في تركيز من لعيبة النادي الاهلي في خصوصا في التصويبات الثلاثية. شفنا ريم موسى سجلت 2 من الرمية الثلاثية. شفنا ساره مغربي سجلت 2. شفنا دينا عمرو سجلت 1. يعني 5 رميات ثلاثيه. والناحيه الثانيه شفنا منال عبد القادر سجلت رميتين ثلاثيتين. وشفنا مايا حلوه سجلت رميه ثلاثيه. المستوى تقدم مع الكوارتر الثالث او الربع الثالث في انتظار الربع الرابع. ونشوف مين سيحسم بطوله كاس مصر المركز الاول والمركز الثاني بعد ان حسم نادي سبورتنج اللي بنبارك له ان هو يصعد الى المركز الثالث في بطوله كاس مصر لاول مره. وكذلك بنبارك لفريق نادي الغابه الحصول على المركز الرابع للمره الثانيه على التوالي. مجهود يشكروا عليه. بدايه الربع الرابع كره مع نادي سبورتنج. رانا نبيل لسه مش هنبتدي. في ميه في الارض. كابتن منى علي بتدي عامل الملعب علشان ينشف الملعب حرصا على سلامه اللاعبين. ودي من اهم اولويات حكم المباراه الحفاظ على سلامه اللاعبين. نزلت اللعيبه. نور علي طلعت شايف نزلت الملعب وشايف ريم وشايف ساره وشايف دينا عمرو واعتقد هالة. الناحيه الثانيه شايف رنا نبيل منى عوض جينا حازم رمجي الداوي ومي حلو. بدايه الربع الرابع والحاسم. رنا نبيل رنا نبيل يا سلام يا هالة على التوقع. هالة بتتوقع التمريره وبتاخد الكوره وهي طالعه بتعقها جينا حازم. طبعا حسب تعديل القانون الجديد اي لعيب بينفرد من الباسكت من اي مكان من الملعب لابد من حسب او احتساب خطا ان سبورتس لايك مين او خطا متعمد. خطا متعمد ودي اقصى عقوبه في كره السله. رميتين حرتين بدون ريباوند وبعد كده حيازه للفريق. هاله مصطفى هاله مصطفى بتضيع واحده وبتجيب واحده. هارد لك يا هاله. بيتعادل الفريقان 46-46. ساره مغربي ريم موسى ريم موسى ريم موسى هلا يا نور يا نور يا نور يا نور يا نور يا سلام يا نور. بتستلم اسيست رائع من هلا مصطفى وبتلف بمية حلوه وبتسجل وبيتقدم النادي الاهلي 48-46. يا سلام يا نور يا نور. جينا جينا يا جماعه البنت دي ما شاء الله ثلاث كور ورا بعض بتسجلهم جايبها من عندي يا كابتن عمرو اول مره اشوفها. برافو عليك يا جينا. بتسجل مسافات متوسطه 6 نقاط متتاليه 48-48. عمرو عاشور بيكتشف لاعبات جداد في النادي سبورتنج وبيديهم ثقه وهم ما بيخذلوهوش. 48-48. هلا مصطفى بيحاول يلعبوا الهاي لو. هلا حلوه يا هلا قوي دي. بتقف وبتنط جنب ما شاء الله وبتسيب ايديها ورا الكوره وبتسجل. يا سلام يا غزال يا غزال يا غزال يا هلا يا مصطفى. وبتسجلها جينا جينا. خلاص بقى يا جينا قفلوا عليها كويس وطلعت بيها اوت. نور قفلت عليها كويس. نور علي طلعت. ساره مغربي ساره مغربي دينا عمرو كابيتانو اللي وعدتنا بالاربع بطولات
نور علي بدلوا موقعهم. يا سلام يا نور، وادي ثلاثيه كمان، النادي الاهلي بيلعب يا اولاد، ما شاء الله يا بنات. نور علي طلعت 53 48 لصالح النادي الاهلي. وادي خطا ماشي بالكره، برافو، دفاع رائع، حماس، روح جيده في الملعب. لاول مره يتقدم الاهلي خلال المباراه، خمس نقاط. عمرو عاشور بسرعه بياخد تايم اوت عشان يلحق نفسه. بدنيا الاهلي بقى احسن، بدنيا الاهلي احسن وبين الكره اسرع. انا شايف ان الروح اعلى في النادي الاهلي، في دفاع بشراسه، في نقل كور، في انتقال من الهجوم السريع بسرعه، في ريباوند رائع تحت الباسكت هنا وهنا. نور علي طلعت وهلا مصطفى متالقين قاطعين المايه والنور تحت الباسكت في النادي الاهلي، عند النادي الاهلي، وواخدين كل الكرات المرتده تحت الباسكت عند نادي سبورتنج. وزي ما كان الكابتن طاهر كان رجب قال في الاستوديو التحليلي، من ملك الحلقتين ملك المباراه. هو ده الكلام، هو ده الكلام. تايم اوت لصالح سبورتنج واحنا في الربع الرابع. يا سلام لو في تايم اوت كده يجيبوا لنا اللي احنا فاضل قد ايه من الوقت. يا سلام لو الكاميرا تتحرك، لان مهم جدا نعرف الوقت قد ايه. 53 48 لصالح النادي الاهلي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ساره مغربي، ريم موسى، ايهاب الالفي حط ايده على التشكيل المثالي الفتره ديت ومش عايز يغير فيه. برافو عليك يا ايهاب، هو ده الكلام. هلا مصطفى، دينا، هلا مصطفى، حاول تخش، بتوصل وبتحط الباسكت. هلا مصطفى تلعب، النادي الاهلي يكسب. برافو عليك يا هاله، 55 48 رائعه. قلنا قبل كده الاهلي بيمزلق عناصر كثيره. هلا مصطفى مش في مستواها، تلاقي ريم موسى بترد رنا. ريم موسى انا مش في مستواها، تلاقي ساره مغربي، ساره مغربي مش في مستواها، تلاقي نور علي طلعت. ما شاء الله عليكم يا بنات. نور بتخش تدي لساره، هلا مصطفى، هتروح يا هاله، روح يا هاله وسجلي يا هاله، هارد لك يا هاله. 55 51 المخزون البدني السبورتي شايف انه ابتدى يقل. من عوض بتسجل وبيرجع السكور فرق نقطتين بعد ما كان 7-6. نرجع لحماسنا، نرجع لروحنا العاليه، نرجع لتركيزنا. دينا عمرو، بو هارد لك يا دينا. تلمها جينا، نشوف بتلاته ثلاثيه ما بتجيش في حاجه خالص. دينا معلش يا دينا. رنا نبيل، بن عوض، رنا نبيل، ما هي حلوه. رنا بتحاول تخش والحكم بيديها فاول هديه. شكرا لمخرجنا العزيز، بلغني دلوقتي ان فاضل 7 دقايق و10 ثواني، لسه بدري جدا على نهايه على نهايه المباراه. شكرا. خطا لصالح نادي سبورتنج، خطا لنادي سبورتنج. رنا نبيل عندها رميتين حرتين، رنا لعيبه جيده. الحكم بيهدي كابتن عمرو عاشور، بيهدي اللعيبه. لمتين حرتين لصالح رنا نبيل، ما بتسجلش رنا الحره الاولى. لمات الحره دي بقى كان معلقنا الرياضي الراحل الكابتن رياض شهري يقول لك دي رميات من ذهب، هو الكابتن تحسين عثمان ربنا يديله الصحه. ما تسجلش رمية الحره الثانيه، النادي الاهلي يحصل على ريباوند. دينا عمرو، ساره مغربي، هارد لك، ثلاثيه من حته. يا نور يا نور، انت عندك فاولات كتير، ليه الفاول ده ملوش اي لازمه يا نور؟ انت مهمه يا نور، ما تضحيش بفاولات. خطا ملوش اي لازمه من نور علي طلعت، اعتقد ده الخطا الثالث او الرابع، ربنا يستر. كره مع نادي سبورتنج. رنا في دفاع متقدم من نص الملعب. جينا حازم، جينا حازم، رنا نبيل. انا شايف ان الكابتن عمرو عاشور قعد اسرار مجد كتير قوي بره وخلى جينا.
يمكن عصام عندها حاجه. جينا اي كلام، تلمها من عوض، وبلوك رائع من نور علي طلعت، ونور علي طلعت بتحصل على خطا من نادين ياسر اللي نزلت دلوقتي. يا سلام عمرو عاشور اكنه سمعني، راح منزل اسرار ماجد مكان جينا. كده رجع لتشكيلته الاساسيه اللي بدا بيها المباراه. مدرب برضه فاهم وواعي عمرو عاشور، برافو يا عمرو. ريم موسى بتقف وبتساوي بتشوت ما تسجلش، تلم مية حلوه من عوض من عوض من عوض، بتحاول تخش طلع نادين ياسر، نادين ريحان، اسرار ماجد جايه من بره من على البنج بتشوت لكن بتلم. يا سلام عليك يا نور يا علي، يا سلام عليك، انا هسميكي ملكه الريباوند يا بنتي والله بعد كده. ريم نور ساره هلا مصطفى شعراوي بتفايق، يا سلام يا بنتي، يا سلام يا هاله، والله نفسي اسقف لك، برافو عليك يا هاله يا مصطفى، بتعمل خداع وتخون زي الوحش، بتوصل وبتسجل، برافو يا هاله. 57-53 اسرار مي حلوه، اسرار ماجد بتحاول توصل، بتديها لنادين ياسر تحت الباسكت، بتجليها هي لوحدها والباسكت بتجليها، وادي هجمه سريعه، هاله هاله، يا سلام عليكم يا بنات النادي الاهلي، هجوم سريع بعد دفاع جيد. 59-53 يلا يا بنات احنا بنقرب من الكاس اهو، يلا يا بنات برافو عليكم. اسرار من عوض مي حلوه، التعب حل على بنات سبورتنج. اسرار اسرار بتوصل، الحكم انقذها بفاول، فاول لصالح اسرار، برافو يا اسرار، رميتين حرتين، فاول على ريم موسى، الحكم حسبه على رقم واحد، رميتين حرتين لاسرار، فرق ست نقاط، بتسجل اسرار، برافو يا اسرار. 3 رمي الحره الاولى وبتسجل رمي الحره الثانيه، لسه متمسكين بالجيم فريق سبورتنج النادي الاهلي. هاله ملكه الشوط الرابع، هاله بتوصل، خلاص هي اللعبه اللي بنلعب عليها، افتحوا الهاله، وهاله بتخش زي الوحش، يا تحط باسكت يا تاخد تو شوت، بس نركز بقى يا لولي، لولي ده اسم الدلع اللي بننادلها بيه يا جماعه. هاله مصطفى بنت النادي الاهلي من تحت 11 سنه، وبعد كده سابتنا فترة راحت أمريكا ورجعت لبيتها تاني. يلا يا لولي عايزينهم. هلا مصطفى. هارد لك يا هلا، زق شوية خدي نفسك وزق ايديك للآخر، إيهاب بيشجعها، برافو يا إيهاب يا ألفي. خليها تركز. برافو يا هلا، بتحط الحرامي الحرة التانية. 60-55. واحنا في نص الشوط الرابع. يلا يا بنات شدوا حيلكم. اسرار ماجد، رانا نبيل، نادين، اسرار، مفيش حلول، نادين اي كلام، بتلمها من عوض وبتطلع وتاخد لها بلوك وبتطلع تاني تجليها، برافو يا نادين يا ياسر، رانا مية حلوه، اسرار مستعجلين، ثلاثيه من اسرار ماجد، تقرب الفرق الباسكت واحد، نصحى شويه يا بنات في الريباوند، احنا المفروض اطول تحت الباسكت، خدوا مننا 3-4 تحت الباسكت بتاعنا. ساره مغربي، لولي، هلا ثلاثيه، خلاص هلا مصطفى ملكه الشوط الرابع، برافو يا هلا، برافو يا هلا، ثلاثيه وهي كمان بتقطع الكوره، هلا مصطفى بتعمل الفارق الشوط دوت. 63-58 للأهلي تحت الباسكت. دينا يلا يا ريم، خلص الجيم يا ريم، برافو يا ريم، برافو يا ريم، لعبتنا المحترفات، لعبتنا بنات النادي الأهلي، ثلاثية الكرة، الثلاثية الأخرانية بتاعت ريم موسى لترفع السكور
66 ل 58 وبسرعه عمرو عاشور بيلحق نفسه وبياخد الشوط التايم اوت الثاني. يا سلام لو نعرف الزمن هيفرق كتير. احنا قربنا من نهايه الشوط الرابع. لا لا يا عزيز يا جماعه لو تجيبوا لنا الوقت. اوكي يعني الاداء الشوط الرابع من بنات النادي الاهلي سوبر 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 حاجه مفرحه. بيلعبوا باسكت جميل، بيلعبوا حماس، بيلعبوا بروح رائعه. هلا مصطفى اما عادت لمستواها وركزت ولعبت بروحها العاليه اللي بتشد بيها لاعبتها لفوق خلت الفرقه كلها تقف على رجليها. برافو يا لولي، برافو يا ريم، برافو يا نور، برافو يا دينا، برافو يا ساره يا مغربي. اكبر سكور، اكبر فرق سكور في المباراه 66 58، واحنا على بعد 3 دقائق و28 ثانيه من تدويج النادي الاهلي بالكاس للمره الثانيه على التوالي. وادفاع متقدم تاني، ايهاب الالفي، اسرار ماجد، مي حلوه مستعجله، ما تجيش، هلا مصطفى الوحش بتلم الكوره طلعها النور. ساره مغربي ناخد وقتنا مش عايزين استعجال. ايوه يا ريم برافو، هو ده الكلام على مهلك، خدي وقتك ووصلي وطلعي لدينا ودينا تشوف بثلاثه، ما تجيش، هارد لك. تلمها اسرار لمي حلوه، رانا نبيل، اسرار، رانا، مي حلوه، خايفين يلعبوا على الباسكت، نادين ياسر ما بتجيبهاش، لكن عندنا تحت الباسكت وحش بيلم كل كوره. هلا مصطفى، شايفين الغزال لريم، ريم موسى، هو ده الكلام يا ريم، نهدي وناخد وقتنا وناخد نفسنا مش مستعجلين. جد بيقول لها فاضل 6 ثواني وريم، لكن بلوك رائع من نادين ياسر. لسه الهجمه مع النادي الاهلي، فاضل 2 ثانية على الهجمه. ايهاب الالفي بياخد تايم اوت قبل 2 ثانية على نهايه الهجمه ديت علشان ممكن يعمل تكتيك معين يلعب بيه الـ2 ثانية دول. هنشوف هيعمل ايه ايهاب. لكن البنات الربع الرابع يا جماعه والربع الثالث تفوقوا على نفسه. احنا قلنا احنا النادي الاهلي فرقته في السن اصغر، عندنا بنج ممكن يعمل لنا ريبليسمنت وتريح للعيبه، فدوت المردود البدني بتاعنا واضح جدا ان المردود البدني للنادي الاهلي اعلى بكتير من نادي سبورتنج، وده اللي حاصل في الاربع دقائق الاخرانيين. النادي الاهلي بيلعب دفاع رائع، بيجري بسرعه، في تحكم في الريباوند او في الكرات المرتده تحت سله النادي الاهلي وتحت سله نادي سبورتنج، متحكمين فيها تماما، وده اللي عمل التفوق ب 8 بونت دول. ده اول مره النادي الاهلي بيتقدم بال8 بونت وفي وقت حساس جدا. ان شاء الله نكمل 2 على الهجمه، ما تنسوش. هنشوف بقى ايهاب الالفي عمل تكتيك ايه. يلا عشان اسقف لك يا ايهاب واقول لك برافو عليك، هنستغل الـ2 دول ازاي. هنشوف ريم بتطلع الاوت، طلع النور علي، طلع تاني للشوط الثلاثه وبتشوت ما بتجيبهاش. ماشي برافو يا ايهاب، حل كويس نوعا ما، حل كويس نوعا ما، والحكم قالت ان الكوره تجدد ل 14 ثانيه في الريباوند بتاع النادي الاهلي. برافو يا بنات، رجعت الكوره للنادي الاهلي. عندنا وقتنا بقى ناخده كامل، عندنا وقتنا ناخده كامل. وادي باك دور لهاله، وادي 3 بوينت هتشوطها ريم ما بتجيبهاش. في الريباوند طالعه الكوره دلوقتي، الحكم صفى بيقول الكوره جت في رجل، هنشوف في رجل مين، في رجل مية حلوه.
احنا بنهجم هنا بقى لنا فتره. ده برافو عليكم يا بنات، الريباوند رائع وفي حماس وروح. يا سلام لو نعرف فاضل قد ايه برضه، هتبقى حاجه مهمه جدا، لانه مهم جدا نعرف الزمن في الوقت ده. اوت سايد لصالح النادي الاهلي، ولسه النادي الاهلي متقدم 66 58 على ما اعتقد. ممكن يكون فاضل دقيقتين، اقل من دقيقتين قليلا. ريم موسى، هلا مصطفى، ساره مغربي، بيلعبوا بعقل وحكمه. لازم ناخد وقتنا في الهجمه، حتى لو الكره اتصفرت 14 ثانيه لازم وقتنا في الهجمه. فاول على رنا، برافو لصالح ساره. منى علي بتصفر خطا على رنا نبيل، وخطا في 14 ثانيه جداد نلعب فيهم وناخد راحتنا. لا، في نادي سبورتنج ارتكب اكتر من اربع اخطاء، فساره مغربي هتشوط رميتين حرتين. يلا يا ساره، نزود من الغله بتاعتنا. ساره مغربي، ساره مغربي، يا سلام يا ساره يا متالقه. ساره مغربي من بنات النادي الاهلي، من قطاع الميني باسكت، ومن قطاع البراعم اللي كان مشرف عليه كابتننا الكبير الكابتن حنفي هيكل. معظم الفرق من القطاع اللي كان مشرف عليه الكابتن حنفي هيكل والكابتن اسامه النمر. متشكرين يا كابتن حنفي، ربنا يديك الصحه. متشكرين يا كابتن اسامه النمر، ربنا يديك الصحه. اجيال بتسلم اجيال في النادي الاهلي يا جماعه. رنا 3 بوينت وحشه، مين هيلمها؟ يا سلام يا نور بتقاتل، الكره تيجي في رجل رنا وتطلع اوت لصالح النادي سبورتنج. يا سلام لو نعرف فاضل قد ايه. 57 67 58 لصالح النادي الاهلي، اعتقد فاضل دقيقه، دقيقه ونص. ساره مغربي، ريم بالعقل يا بنات، بالعقل يا بنات، طلعي تاني يا ريم، هو ده الكلام، هو ده الكلام. يلا يا ساره، خلصي يا ساره، هارد لك يا ساره. يا سلام يا دينا، يا سلام يا دينا يا عم، دينا عم، ايه ده؟ عملت ستيل، عملت سرقه شرعيه، عملت ستيل رائع وخدت الكوره وبتلف عشان تحط الباسكت، اعاقتها رقم رنا نبيل. يبقى رميتين حرتين لدينا. يلا يا دينا، عايزين نعدي العشر نقاط، وتايم اوت بيطلبه عمرو عاشور. يا ريت نعرف فاضل قد ايه في خلال التايم اوت دوت، لو نجيب السكور بورد. 67 58 لصالح النادي الاهلي. اعتقد المباراه شرفت على الانتهاء. ان شاء الله كابتن ودينا عمرو نجمه الفريق سجل الرميتين الحرتين دول، ننهي المباراه ان شاء الله، ونحتفظ بالكاس المره الثانيه على التواني. ونبارك لايهاب الالفي، ونبارك لمحمد جاد، ونبارك لموسى علي، ونبارك لمشيره، ونبارك لدينا عمرو، ونبارك لهاله مصطفى، ولسهيله، ولدين موسى، وساره مغربي، ونور علي طلعت، وبقيه الفرقه كلها اجدتوا واستحقيتوا، استحقيتوا المكسب يا بنات، برافو عليكم. ونبارك لمجلس الاداره ان شاء الله، نبارك للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، والدكتور ياسر نصير، برافو، نبارك لجماهير النادي الاهلي. يلا يا بنات، عايزين الرميتين الحرتين دول، واضح ان خلاص، واضح ان المباراه على مشارف الانتهاء، واضح ان شاء الله الكاس في الجبلايه في الجزيره. دينا عمرو نجمة النادي الاهلي، مستنيين لعيبة سبورتنج تنزل. دينا عمرو والرمية الحرة الأولى. يا دينا ركزي، ركزي يا دينا، عايزين دي عشان يبقى السكور 10 نقاط فارق. يا دينا نسبتك أحسن من كده بكتير. هارد لك يا دينا. رنا نبيل، رنا نبيل، مية حلوة، رنا نبيل، دفاع جيد يا بنات، مية حلوة، أسرار ثلاثية سيارة، الوحش تحت الباسكت، هلا مصطفى على مهلك يا ريم، بتطلعها الريم،
على مهلك يا ساره، بتطلعها لساره لهاله. هو ده الكلام. دينا عمرو ما تستعجليش يا دينا. الحكم حسب اوت سايد لصالح دينا. الهجمه لسه لصالح النادي الاهلي. ساره مغربي، هاله مصطفى، نور علي، ساره مغربي، نور علي، ساره مغربي، فاضل ثانيه بتشوطها ما بتجيبهاش، بتلمها تاني. يا سلام يا بنات، هو ده اللي احنا عايزينه، مستحوذين على الباسكت. فاضل 50 ثانيه، 50 ثانيه، بيمشوا الكوره، بيمشوا الكوره، مش مستعجلين. وهاله مصطفى، وبتخلص هاله مصطفى. هاله مصطفى نجمه الربع الرابع، هاله مصطفى نجمه المباراه، هاله مصطفى اللي عملت الفرق يا جماعه. هاله مصطفى لعبت بمستواها، خلت النادي الاهلي ياخد الكاس مع زمايلها. وادي نادي سبورتنج بيسيب الكوره وبيستسلم وبينتهي اللقاء. والف مبروك للنادي الاهلي الفوز. الف مبروك يا هادي يا الفي، الف مبروك يا محمد يا جاد، الف مبروك يا موسى علي. اعزائي المشاهدين، وهكذا يفوز النادي الاهلي بالكاس مصر للعام الثاني على التوالي. الف الف مبروك، احييكم، والى اللقاء في مباريات اخرى وانتصارات جديده للنادي الاهلي. كان معكم سيد صابر.